الأدب والسؤال. كوكو سودان كباشي هي رواية الأديبة مصرية معاصرة، فمن هي؟ 12/2004 بتحكي عن قضية العبودية واستغلال الإنسان للإنسان خلال قرن ونص، من أهم الأديبات على الساحة. إجابتك؟ ريم بسيوني. ريم بسيوني طبعاً كاتبة مهمة جداً، ولكن إجابة خاطئة. فرصة 10 نقاط. منصور عز الدين. منصور عز الدين أديبة مهمة، ولكن إجابة خاطئة. 4 اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5. وهقول معلومة. سلوى بكر، نورة ناجي، إيمان مرسال، ميرال الطحاوي، البشموري، لمين؟ الله. ميرال الطحاوي. ليه 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 يا ميان بتاخدي الريسك في حاجة انت مش متأكدة منها؟ كان المفروض ان هو عارف المعلومة بس اتطرنه. معلش. ناقص 5 نقاط. إجابة خاطئة. الأديبة العظيمة سلوى بكر. أول سؤال ما يتجاوبش. آخر سؤالين في الفقرة. مبارك منصور، علوم والسؤال. تم اكتشاف حجر الأوبال الأسود لأول مرة بالقرن 19 الميلادي بإحدى القارات، فما هي؟ الأوبال الأسود اكتشفه العالم الألماني يوهانس مينج 1840. النسبة الأكبر منه موجودة في القارة دي. حجر كريم فيه ألوان انعكاس النجوم على مياه أمواج المحيط. إفريقيا. حجر جميل جدا، مش في إفريقيا. إجابة خاطئة. حلو قوي ان هما يتناقشوا انت تجاوب. برافو عليك. اتفقنا. كنا متفقين على ايه؟ امريكا الجنوبية. امريكا الجنوبية اجابة خاطئة. 4 اختيارات بزائد 10 وناقص 5. اسيا، اوروبا، امريكا الشمالية، استراليا. طبعا هي استراليا. عادي. اجابتنا نقول استراليا اصلا. ارضك. اخر سؤال في الفقره فيوتشرز، دوس على البازر. علوم والسؤال. اجرى الطبيب ادوارد زيرن اول عمليه زراعه ناجحه باحد الاعضاء الخارجيه بجسم الانسان عام 1905، فما هو؟ ده طبيب نمساوي. إجابتك يا ميان. قرنية العين. أنت عندك الإجابة يا سيدي محمد؟ أنا قلت قرنية العين برضه. ما تدسش على البازر وجاوبت ليه؟ أنا اديتها لميان الصراحة. هدية يعني؟ يعني أنت تدبسيه وهو جاوب غلط وهو يدبسك وأنت تجاوبي صح؟ حيتوا بعض وانبسطتوا صح؟ انا ما قلتش اجابه صح. لا هي اجابه صح ان شاء الله. يا سلام. انا واثقه من اجابتي. طب بيان اجابه خاطئه. ايه ده؟ اجابه صحيحه. عامل اصيب بالعمى في عينه الاثنين اثناء قيامه بطحن الجير. في ولد عنده 11 سنه زار عياده الطبيب وفي قطعه معدنيه في عينه. لما معرفش ينقذه قام استأصل عينه وحفز القرنية وزرعها في عين العامل ورجع العامل يشوف بعين واحدة. سيدي محمد واضح انك كان عندك الإجابة، برافو عليك. 65 فيوتشرز، مبارك منصور 10، ومبارك منصور مخضوضين جدا. ليه؟ مش عارف. نرجع نركز عشان المباراة ما تهربش من أولها. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة.